نعود نعود الى الاسئله هذا حفظكم الله يقول قد من الله علي بالحج هذا العام واسال الله العلي القدير القبول لكن يقول ما هي علامات قبول العمل الصالح بعد الحج وانا اعلنت التوبه اذا صلح عملك بعد الحج ورغبت في الاعمال الصالحه اكثر مما قبل هذا دليل على القبول فان من علامه قبول الحسنه نعم الحسنه بعدها وان من علامه رد الحسنه السيئه بعدها. قال صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئه الحسنه تمحها. والله جل وعلا قال الذين من الا من تاب وامن الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فتتبع التوبه بالعمل الصالح. فإذا تبت الى الله في الحج او في غيره توبه صادقه فلتستمر عليها بالعمل الصالح وترك الذنوب والمخالفات في مستقبل حياتك هذه علامه القبول نعم